هجيله من مصر. استقبال رائع من الشعب المغربي ومن الامن المغربي، والامور ماشيه على ما يرام لحد دلوقتي الحمد لله. نشكرهم على حسن الضيافه والاستقبال. توقعات المباراه، مباراه صعبه جدا جدا جدا، اللي هو الفريق اللي هو عامل مقسم الماتش على اكتر من مرحله، واللي عنده اعصاب هو اللي هيخلص هو اللي هيكسب. المباراه مش تخلص فرق هدف، او على الاكثر فرق هدف لاي فريق، ممكن تروح للوقت الاضافي، انما ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي قادر ان هو يحسمها من كازابلانكا. بدري بنون حبيبنا في القلب، والله خسرته النهارده كان يفرق معانا كتير في خط الظهر، انما اللي موجود الاهلي بمن حضر، احنا نقول بمصر الاهلي بمن حضر. جينا امبارح من اول امبارح من القاهره، جينا ورا فريقنا علشان احنا دايما متعودين جمهوره دايما وراه زي ما بيقولوا، جمهوره حماه. ان شاء الله باذن الله هتكون مباراه كويسه جدا، هتبقى قويه وهتبقى صعبه جدا، كلنا عارفين الكلام ده. يعني احنا بنلعب فينال اقوى بطوله قاريه في افريقيا طبعا، وان شاء الله ان شاء الله باذن الله يكون الفوز والتوفيق حليفنا النهارده، لانه نادي القرن النادي الاهلي معروف ان هو وقت الازمات وقت المباريات الكبيره بيظهر عندنا روح الفانيله الحمراء والحماس، بيقدر ان هو يتحدى اي ظروف. فان شاء الله هنشوف ده النهارده باذن الله، ونرجع القاهره بكاس باذن الله. محافظة الغربية طنطا، انا من مركز كفر الزيات محافظة الغربية. طبعا احنا بسم الله الرحمن الرحيم، جمال حمدون كبير مشجعي منتخب مصر. طبعا احنا بنشكر شعب المغرب المضياف، اللي احنا من اول ما جينا مطار الدولي مطار المغرب، وبصراحة انا شايف ناس محترمة وشعب كريم، وطبعا اللي هي البطولة افريقية بس البطولة عربية في المغرب او في مصر. بس ان شاء الله طبعا انا بصفتي كبير مشجعي مصر بتمنى الفوز للنادي الاهلي ونكسب 2-0 ونروح بالكاس ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله الاهلي يكسب 2-0 ان شاء الله باذن الله. والله استقبال جيد، وبلد جميله وشعب طيب، واحنا في بلدنا اصلا انت شايف اهو احنا بنعمل اللي احنا عايزينه في البلد. الاهلي ما يخافش، الاهلي يلعب في اي مكان بس لو في عدل، بس المهم اهم حاجه يعني. ان شاء الله باذن الله بيرستاو وعبد القادر ان شاء الله، وقفشه لو لعب هحط القدجه النهارده في الوداد ان شاء الله. لا والله كلهم لعيبه كويسه جدا يعني، اي حد فيهم يغيب ده كويس جدا للفريق يعني. والله اولا الماتش في المغرب والله يعني هي حاجه احنا مبسوطين بيها بصراحه، والله احنا وصلنا هنا الاجواء والاستضافه من المغاربه والسلطات المغربيه بصراحه حاجه نعتز بيها. توقعت المباراه طبيعي 2-0 للاهلي طبيعي، بس خاوه بيرسي تاو احمد عبد القادر، بيرسي تاو ان شاء الله ثلاثه وعلي معلول ممكن ضربه جزاء. اوكي